ثلاثة، فرنسا تقيد الإنترنت. قبل كده قلت لحضراتكم من المناسب جدا نفكر في تقييد الإنترنت، من المناسب جدا إن احنا نوقف المواقع الداعمة للإرهاب، وإن لو فيسبوك استمر على هذا النحو نعمل زي الصين وممكن نوقف ده. طبعا لو لقينا بديل يبقى كويس جدا زي الصين، لكن لازم نفكر في وقت قد نحتاج فيه إلى إغلاق فيسبوك أو تويتر لضرورات الأمن القومي. البعض كان بيرد إن ده كلام غير ديمقراطي ضد الحريات، إنما فرنسا عملت قانون مكافحة الإرهاب في نوفمبر اللي فات. بناء على ذلك نمرة واحد كان فيه 6 شباب فرنسيين طالعين من المطار عشان يروحوا يحاربوا مع داعش. المطار وقفهم وتم إلقاء القبض عليهم ومنعهم من السفر وسحبوا منهم الباسبور، فأصبحوا بلا جواز سفر بموجب قانون الإرهاب. تم حرية السفر لمواطن أوروبي يروح أي مكان، يروح داعش يروح مش داعش، وحر لا مش هو حر. قانون مكافحة الإرهاب ممنوع، واتسحب جواز سفره وممنوع من المغادرة تماما وترك الأراضي الفرنسية. 2، النهاردة بقى يوم الاثنين النهاردة الصبح فرنسا قفلت 5 مواقع إلكترونية داعمة للعمليات الجهادية أو للتيارات الجهادية المتطرفة. ده معناها إن في منع من السفر، في سحب باسبور، في إغلاق مواقع إنترنت، رغم إن فرنسا لم تعاني من 1% مما تعانيه بعض الدول العربية والدول الإسلامية. من حادثين 3، فرنسا بتمنع من السفر، تسحب باسبور، تغلق مواقع. فما بالنا بالدول اللي بقى فيها ضحايا كتير جدا من الشرطة والجيش والمدنيين. السياسة باستمرار هي واقعية. أنا بشوف التحديات اللي طرقت قد إيه وأتعامل مع هذه التحديات. لما أكون أنا في أجواء سويسرا ما عنديش تحديات حقيقية كبيرة، في أجواء فنلندا أو السويد ما عنديش تحديات ضخمة، أطلق الحريات إلى آخر المدى إذا المجتمع يسمح بذلك. إنما لما يكون عندي تحدي يبقى أنا في هذه الحالة ممكن أقفل مواقع إنترنت. عندي زي بوتين تحدي أكبر، في هذه الحالة بعمل 3500 مناورة قتالية في سنة واحدة، وبقول الأسطول يبقى مستعد وأضع نفسي في حالة حرب. كل دولة بظروفها وكل دولة بالتوقيت بتاعها، مفيش حرية مطلقة، إنما كل حرية مقاسة بضرورات الأمن القومي، وهكذا فعلت فرنسا.